من باباك في طفولتك حساك بشوية تعويض عن عدم وجود مامتك، ايه اكتر حاجة شايلها له كده في الحتة دي؟ كل حاجة، الراجل كان بيسهر علينا انا واخويا وكل حاجاتنا ما بتتعمل وكل حاجة، قايم بدور الاب والام، فكل ده شايله له. كان بيعمل لكم اكلكم كل اكله وكل حاجة، فاهم قصدي؟ فالراجل ضحى بحياته عشان ولاده يطلعوا كويسين. ولو بنتي عوضي؟ لا قصة تانية. احكي لي بقى. لا قصة تانية، البنت لازم ما فيش بقى، ما هو اللي يدور هنا ما يدورش هنا. يدور هنا، ده تكوين وده تكوين. ده تكوين وده، البنت بقى يدور معاها ده. أبوها بيثق فيها، فطول الوقت عامله حساب إن هي مش عايزة، إن البنت بتشوف الأب كل حاجة في حياتها. طبعًا. هو نفسها تتجوز واحد زيه. طبعًا. هي نفسها حبيبها يبقى زي باباها في حنيته عليها. طبعًا. في إن هو بيدلعها. واللي بتفتقده في أبوها بتنجذب ليه بعد كده برضه. فتلاقي الأب وهو بيكلم ليجوز بنته، فيقول له يا ابني بنتي ما اتهنتش في بيتي، فأنت تحافظ عليها. هما ليه قالوا الجملة دي؟ لأن البنت ما بتتهنش في بيت أبوها. البنت بتبقى ملكة في بيت أبوها. على فكرة ممكن يبقى كل كلامي غلط. بس دي وجهة نظرك، ده رأيك، دي نظرتك أيوة للحياة انت والأمور. انت ما تقعدش بقى تنظر عليا، هو انت لما بتطلع تتكلم انا بنظر عليك ولا انت اكل عيشك الكلام يعني؟ مش يعني مش صح يعني، انت قاعد بقى مستني بقى فلان بيقول ايه فتطلع تكتب لك ده اسمه ايه، ده اللي هو مش من اخواتك، فاهم؟ مش قصدي. ايوه هو اسمه ايه اللي مش من اخواتك؟ مش قصدي، فاهم؟ انا اتربيت كده واخواتي اتربوا كده، انا بقول ارائي اللي انا خاصه بيا انا في حياتي انا في دنيتي في شغلي في طريقتي مع الناس. انت داخل جوايا ليه؟ صحابي ما تخليك في حالك.